سادس محاضرة ونكمل مقاييس التشتت ميجرز اوف ديسبيرشن. شرحنا منهم المدى والانحراف المعياري، نكمل بقى البريزنتايلز والكوارتايلز. البريزنتايل هي الرتبة المئوية، بس هتقول انا ترجمتها في جوجل وطلعت النسب المئوية، لما هتفرق من نسبة مئوية لرتبة مئوية. النسب المئوية يعني انت بتشوف انت مساهم بقد ايه في البيانات، يعني مثلا انت جبت في امتحان 50 على 100، تضربهم في 100 هيطلع لك الناتج 50%، دي نسبتك المئوية في الامتحان، يعني انت كده مساهم بنسبة 50% من درجة الامتحان الكلي. امال الرتبة المئوية هي ترتيبك المئوي. يعني ايه ترتيبك المئوي؟ يعني مثلا درجتك ال50 على 100 دي اعلى من نسبة قد ايه من زمايلك. فهمت قصدي؟ ما فهمتش، ابسطها لك. فلنفترض انك في امتحان وجبت 70 على 100، كده لو جبنا نسبتك المئوية هتبقى جايب 70%. عشان تعرف بقى رتبتك المئوية هتشوف انت اعلى من كام واحد في الامتحان ده، لقيت ان زمايلك كلهم فشلة وانت اعلى واحد في الامتحان، يعني انت جايب 70% واعلى واحد في الامتحان ده، كده ترتيبك المئوي اعلى من 100% من البيانات، يعني اعلى من 100% من زمايلك، يعني كده نسبتك المئوية في الامتحان 70% دي اللي احنا عارفينها، والرتبة المئوية اللي انا هشرحها لك هتبقى اعلى من 100% من البيانات. يتهيألي كده فهمت الفرق. كده بقى ممكن نقول اختصار لكل ده، البريزنتايل هي حساب الترتيب المئوي للقيم في التوزيع. نشرح بقى الكلام المكتوب في الكتاب، بيقول لك بريزنتايل is a score value above and below which certain percentage of values lie in the distribution. ده تعريف معناه ان الرتبة المئوية هي درجة متغير score value او درجة قيمة تقع فوقها وتحتها نسبة مئوية معينة للقيم في التوزيع. معناه ايه الكلام ده؟ زي ما قلت لك، لو انت ترتيبك المئوي 60% ده معناه ان انت اعلى من 60% من البيانات، يعني في 60% اقل منك في الترتيب او في الدرجة، ومعناه برضو ان في 40% اعلى منك في الترتيب او في الدرجة، وده معنى جملة تقع فوقها وتحتها نسبة معينة للقيم في التوزيع. ناخد بقى تطبيق على الكلام ده، لو رسمنا الرتب المئوية من 0 ل 100% وبعد كده بيقول لك عينة من 100 طفل حديث الولادة تم وزنهم وترتيب أوزانهم تصاعديا من الأصغر للأكبر، وده شرط أساسي وهتعرف ليه دلوقتي، ده لو ما كنتش فهمت من اللي قلناه. وبيقول لك ملحوظة إن الوزن الطبيعي للطفل حديث الولادة من 2.5 ل 3.8 كيلو جرام، فهم لما جم حسبوا الرتبة المئوية لل 2.5 كيلو جرام من أوزان ال 100 طفل لقوا إن ال 2.5 كيلو جرام رتبتها المئوية 5%، ولما حسبوا الرتبة المئوية لل 3.8 كيلو جرام لقوا الرتبة المئوية 95%. بعد ما نشرح المعنى من الكلام ده هعرفك ازاي تحسب البرزنتايلز او الرتب المئوية للبيانات. الكلام ده بيدل على الآتي، اول حاجة الرتبة المئوية 95% 3.8 كيلو جرام، بتدل على الآتي ان في 5% من ال 100 طفل اوزانهم اعلى من 3.8 كيلو جرام، وبتدل برضو على العكس ان في 95% من ال 100 طفل اوزانهم اقل من 3.8 كيلو جرام، ونفس الكلام مع الرتبة المئوية 5% 2.5 كيلو جرام. دي معناها ايه؟ معناها ان في 95% من ال 100 طفل اوزانهم اعلى من 2.5 كيلو جرام، وكذلك في 5% من ال 100 طفل اوزانهم اقل من 2.5 كيلو جرام، وكده ممكن نقول ان الوزن الطبيعي للطفل من 2.5 ل 3.8 كيلو جرام، او ممكن نقول من الرتبة المئوية 5% ل 95%. كده لو الرتبة المئوية لأي طفل من ال 100 طفل دول بين الرتبتين 5 و95% اذا فوزن طبيعي. وكده نستنتج حاجتين، نستنتج تعريف تاني للبريزنتايلز، بريزنتايلز ار بوينتس از ذات ديفايدد اول ميجرمنتس انتو 100 ايكوال بارتس، ان الرتب المئويه هي نقط بتقسم القياسات ل 100 جزء متساوي، ما انت بتقسم البيانات لرتب مئويه من 0 ل 100%. تاني حاجه، داتا شود بي فيرست ارينجد فروم ذا لوست اند ذا هايست فاليوز، يعني البيانات لازم تترتب تصاعديا من الاصغر للاكبر، طبعا عشان تعرف في نسبه بيانات قد ايه اقل ونسبه بيانات قد ايه اعلى من البريزنتايل اللي معاك. زي ما عملنا كده نكون عرفنا يعني ايه بريزنتايل وبيدل على ايه. ازاي بقى نحسبه؟ فيلا ناخد بقى مثال نشرح بيه. بيقول لك ان دي درجات 10 اطفال في احدى الاختبارات، وبيقول لك اوجد بريزنتايل الاربعه وبريزنتايل السته. اول حاجه
هترتب البيانات تصاعديا من الصغير للكبير، وهتكتب ترتيب كل درجة فوقها عشان ما تتلخبطش، من 1 لـ10 عشان هم 10 أطفال. الترتيب المئوي البريزنتايل بيساوي R على N. الR جاية من رانك اللي هي الرتبة، يعني ترتيب الدرجة أو ترتيب العنصر اللي أنت هتجيب له البريزنتايل، على N اللي هي عدد القيم في 100 عشان تطلع النسبة المئوية للرتبة، أو بمعنى آخر الرتبة المئوية. أول حاجة هو طالب بريزنتايل الأربعة، هتساوي شرطة كسر وهتشوف الأربعة فين في الرتب. هتلاقي الأربعة ترتيبها الرابع، يبقى 4 على عدد العناصر 10 في 100 هيساوي 40%. ده معناه إن في 40% من الأطفال درجتهم أقل من أو تساوي 4، وفي 60% درجتهم أعلى من 4. تاني حاجة طالب بريزنتايل الستة، نفس اللي عملناه، يساوي شرطة كسر وتشوف ترتيب الستة فين في الرتب. طب دي في منها 2، هناخد انهي واحدة فيهم؟ هتاخد الترتيب الأعلى، يعني هنا الستة متكررة مرتين، رتبتها السادسة والسبعة، هتاخد الترتيب الأعلى اللي هي السبعة. يعني كده برزنتايل الستة هيساوي 7 على عدد العناصر 10 في 100 هيساوي 70%. وده معناه برضو إن في 70% من الأطفال درجتهم أقل من أو تساوي 6، وفي 30% من الأطفال درجتهم أعلى من 6. وكده نكون خلصنا البريزنتايل. ندخل على الكوارتايلز ومعناها الأرباع. الأرباع دي عبارة عن 3 قيم، 3 values divide a rank ordered data set into 4 equal parts. بتقسم البيانات المترتبة لأربع أجزاء متساوية. التلات قيم دول بنقول عليهم first, second and third quartiles، يعني الربع الأول والتاني والتالت. القيمة الربعية الأولى الـ Q1 بنقول عليها lower quartile، القيمة الربعية الثانية الـ Q2 وبنقول عليها median يعني وسيط القيم، والقيمة الربعية الثالثة الـ Q3 بنقول عليها الـ upper quartile. يعني كده عندنا 3 قيم، الـ Q1 والـ Q2 والـ Q3، بيقسموا البيانات لأربع أرباع متساوية. ناخد مثال بقى عشان نستوعب أسرع. بيقول لك duration of stay for a sample of some patients in the hospital، يعني دي مدة البقاء لعينة من بعض المرضى في المستشفى. ازاي بقى نطلع منهم القيم الربعية الـ Q1 والـ Q2 والـ Q3؟ أول حاجة نرتب القيم تصاعديا زي البرزنتايل، وأول قيمة هنحسبها هي قيمة الـ Q2 الميديان، وده بنحسبه بنفس طريقة حساب الوسيط عادي. يعني بعد ما رتبت القيم هتشوف القيمة اللي في النص، وتبقى دي قيمة الميديان أو الـ Q2. وفي الحالة دي زي ما شرحنا في محاضرة الوسيط، لما ما تلاقيش قيمة تتوسط الأرقام بتاخد الرقمين اللي في النص وتقسمهم على 2. يعني هنا الميديان هيساوي 5 + 6 على 2، هيطلع معاك الناتج 5.5 يوم، ودي هتبقى قيمة الـ Q2. والرتبة المئوية للـ Q2 دايما ب50%، وده بيدل على إن الميديان بيقسم البيانات لنصين قد بعض، يعني في 50% من المرضى مدة بقائهم في المستشفى أعلى من 5.5 يوم، و50% من المرضى مدة بقائهم في المستشفى أقل من 5.5 يوم. كده عرفنا إن قيمة الـ Q2 ب5.5. يلا نحسب القيمتين الباقيين. الـ Q1 اللور كوارتايل، وده الرتبة المئوية بتاعته دايما ب25، وده معناه إن بيقسم البيانات لجزئين مش قد بعض، الأقل منه ب25% والأعلى منه ب75%. لو جينا نحسبه هتحدد على القيم اللي قبل الوسيط، يعني انت ملكاش دعوة بقيمة الوسيط، هتحدد من 1 لحد 5 وما تقربش من 5.5 اللي هي قيمة الـ Q2. حددت على القيم، هتجيب بقى الوسيط بتاع القيم دي بس، وهتبقى دي قيمة الـ Q1. فكده الوسيط للخمس قيم دول هتلاقي القيمة اللي في النص هي الـ3، يبقى دي قيمة الـ Q1. نفس الكلام مع آخر قيمة وهي الـ Q3 الـ upper quartile، وده الرتبة المئوية بتاعته دايما ب75%، وده يعني انه عكس الـ Q1، يعني بيقسم البيانات لجزئين مش قد بعض برضه، لكن الأقل منه ب75% والجزء الأعلى منه ب25%. ولو جينا نحسبه هتحدد على القيم اللي بعد الوسيط، وما تقربش برضه من قيمة الـ Q2. حددت على القيم، هتجيب برضه الوسيط بتاع القيم دي بس، وهتبقى دي قيمة الـ Q3. فكده الوسيط للخمس قيم دول هتلاقي القيمة اللي في النص هي الـ7، يبقى دي قيمة الـ Q3. احنا بقى بنجيب كل القيم دي ليه؟ هو طبعا مش هيطلبها منك، يعني مش هيقولك انا عاوز قيمة الـ Q1 والـ Q2 والـ Q3، هيقولك
انا عاوز قيمة الانتر كوارتايل رينج. فايند اي كيو ار. يعني ايه اي كيو ار؟ يعني المدى الربعي. تعريف المدى الربعي: one measure of dispersion، واحد من مقاييس التشتت، equals the difference between the upper quartile and the lower quartile، وبيساوي الفرق بين الربع العلوي والربع السفلي. يبقى القانون بتاعه الـ IQR بيساوي قيمة الـ Q3 ناقص قيمة الـ Q1. وده ايه الفرق بينه وبين المدى العادي؟ انه على عكس المدى لا يعتمد على القيم الطرفية فقط، يعني مش بيعتمد على اكبر قيمة واصغر قيمة بس. يلا نكمل السؤال. الـ IQR هيساوي الـ Q3 ناقص الـ Q1، يعني 7 ناقص 3 هيساوي 4 أيام. ناخد مثال تاني على السريع، نفس الكلام لمدة بقاء بعض المرضى في المستشفى، وبيقول لك أوجد المدى الربعي. Find interquartile range. أول حاجة هترتب القيم ونجيب الوسيط، وفي حالة الـ9 أرقام دول الوسيط هيبقى 5، ودي هتبقى قيمة الـ Q2. بعد كده عشان نجيب قيمة الـ Q1 هتحدد على القيم اللي قبل الوسيط، وما تقربش لقيمة الـ Q2 اللي هي 5. طلعوا معاك 4 قيم، هتجيب الوسيط بتاعهم هما، يبقى هنا الرقمين اللي في النص اللي هما الـ3 والـ3 هنجمعهم ونقسمهم على 2، يبقى الـ Q1 هتساوي 3 زائد 3 على 2، هتطلع بـ3 أيام. وبنفس الكلام هتجيب قيمة الـ Q3، هتحدد على القيم اللي بعد الوسيط، وبرضه ما تقربش لقيمة الـ Q2. طلعوا معاك 4 قيم، هتجيب الوسيط بتاعهم هما، هيبقى هنا الرقمين اللي في النص هما الـ6 والـ7، هنجمعهم ونقسمهم على 2، يبقى الـ Q3 هتساوي 6 زائد 7 على 2، هتطلع بـ6.5 يوم. وأخيرا نجيب المدى الربعي. الـ IQR هيساوي Q3 ناقص Q1، يعني 6.5 ناقص 3 هتساوي 3.5 يوم. وكده نكون خلصنا. بس آخر حاجة عايز أقولها، إن المدى الربعي والوسيط اللي إحنا بنستخدمه معاه هما المقاييس المناسبة للاستخدام مع البيانات اللي مش متوزعة بشكل طبيعي. Interquartile range and the median are appropriate measures to use with not normally distributed data. يعني كده إحنا بنستخدم الوسط الحسابي والانحراف المعياري مع البيانات النورمالي ديستريبيوتد، وبنستخدم الوسيط والمدى الربعي مع البيانات النوت نورمالي ديستريبيوتد. وكده نكون خلصنا الكوارتايلز وخلصنا مقاييس التشتت بحمد الله.